نحن هون اليوم بمزرعة السيد باللقلوق عم نفرجيكم هيك بعض البيوت الحلوة بهالمنطقة بأيام الخريف اللي بتشوفوا كل الألوان الشجر أصفر أحمر أخضر حتى على سيارتي وقعت ورقة وقعت وحدة تانية. نحن باللقلوق بالريجيون اللي بيعملوا فيها سكي هيدي برايفت ريجن. ليك هالمنظر شو حلو. ليك الالوان. We are in لقلو لبنان during the autumn الخريف الحلو. ناطرينكم على لبنان تزوروا discoverlebanon.com وتحجزوا بأوتيل وتجوا على لبنان. فيكن تزوروا لقلو بهالايام الخريف. Look at this. رح نروح من هون. We are not in Canada, we are in Lebanon.